اخيرا هخدمك يا ابن الاصول. وحشتني والله يا بليلة. وانت كمان رضوان. ده بقى عدوي هو اللي يفضل معاها. ايه رايك بقى في اخر الدنيا دي؟ مفيش ذكر يعرف يوصل هنا، ولو وصل مش هيعرف يروح. كتر خيرك يا صاحبي. ابص ايدك يا رضوان. ابص ايدك. ابص ايدك يا رضوان. ياسر ولا عبد محسن ولا عبير بيعرفوا يسوقوا نقل. انت اللي ابوك كان عنده نقل، وانت اللي معاك رخصه درجه اولى، يعني انت اللي تعرف تتصرف في العربيه وهتعرف تسوقها. انت اللي دخلت فيا انا وعيالي ومراتي. انت اللي حرمتني من اعز الناس. انت اللي قتلتهم. يعني هو فتح اللي يخطط لكل حاجه وانا اللي حاسب على المشاريب لوحدي؟ ما تخافش يا رأفت، كلكم هتحاسبوا، بس كل واحد هيحاسب لوحده. عايزك تملي عينك بالمكان ده كويس يا رأفت، عشان هتعيش فيه كتير. نفس المدة اللي أنا قضيتها في السجن، 5 سنين. بس أنا كنت بشوف شمس ربنا وبتكلم مع زمايلي المساجين. أنت حتى شمس ربنا والكلام معاه خلوه أحرمك منه. أكلك هيترمي لك هنا لما يفتكروك، تشرب من الحنفية اللي ورايا، حمامك في نفس المكان. كنت هقتلك يا رأفت، بس قلت يحرم عليا يريح اللي شقاني. لازم تدوق نفس اللي أنا دوقته. تعرف يعني مذلة السجن؟ تعرف يعني تتحرم من عيالك ومراتك؟ طعم الموت هدوقه لك برضه، بس بعد 5 سنين. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا رضوان، ابوس ايدك، ابوس ايدك، ما سبتش هنا رضوان، ابوس ايدك يا رضوان، ما سبتش هنا يا رضوان، يا رضوان، يا رضوان.